صباح الخير أعزائي المشاهدين، برحب بكم في لايف جديد على صفحات اليوم السابع من أسوان عروس المشاتي في مصر. برحب بكم وبرصد لكم حالة الطقس في أقصى جنوب مصر. يمكن طقس أسوان اليوم بيشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع نشاط ملحوظ للرياح، ويمكن لا يزال طقس أسوان طقس مشمس ودافئ طوال فترات النهار، وده في غالب معظم فترات الشتاء. طقس أسوان أعزائي المشاهدين اليوم يعني بدأ في الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، بعد ما كانت أسوان بتسجل أمس وأول أمس درجات حرارة بتصل إلى 30 درجة مئوية، ولكن اليوم بدأت درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا وبتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم في أسوان 25 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى في أسوان اليوم حوالي 11 درجة مئوية. أسوان أعزائي المشاهدين بتعتبر عروس النيل وعروس المشاتي في جمهورية مصر العربية، بتتميز بطقسها الدافئ خلال فترات الشتاء، وزي ما حضراتكم شايفين جمال وروعة المناظر الخلابة على ضفاف النيل ونهر النيل في أقصى جنوب مصر، وده اللي خلى أسوان في مقدمة المدن المصرية كوجهة وقبلة للسياحة خلال هذا التوقيت من كل عام. الموسم السياحي الشتوي في أسوان بيبدأ مع بداية شهر أكتوبر وبيمتد حتى شهر مارس وأبريل، ولكن خلال شهر فبراير اللي احنا فيه بيكون ذروة الموسم السياحي، وده لأن عدد كبير من السياح بيجوا بيزوروا أسوان من شتى أنحاء العالم، خاصة من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى دول آسيا. كمان أعزائي المشاهدين، يعني خلال هذا التوقيت من كل عام بتشهد أسوان رواجا سياحيا للسياحة الداخلية، سواء كانت في أجازة نص السنة أو في الرحلات، يعني رحلات السياحة الداخلية اللي مستمرة خلال أشهر الشتاء. أسوان أعزائي المشاهدين بتضم العديد والعديد من المواقع السياحية والأثرية. لو ذكرنا المواقع الأثرية فهناك الكثير من المعابد، مثل معابد فيلة وأبو سمبل وكلبشة وكومومبو وإدفو وغيرها، بالإضافة إلى العديد من المواقع الأثرية الأخرى، مثل يعني المسلة الناقصة ومنطقة السلسلة الأثرية وأيضا متحف النوبة. هناك أيضا العديد من المواقع والسياحية في أسوان، ولعل أبرزها الرحلات النيلية، يمكن زي ما حضراتكم شايفين الاستمتاع بجمال ومناظر الطبيعة الخلابة اللي موجودة في أقصى جنوب مصر. كمان من الوجهات السياحية في أسوان القرى النوبية والسد العالي وجزيرة النباتات ومتحف النيل أو المركز الثقافي الأفريقي، بالإضافة إلى السوق السياحي اللي ممكن تشتري منه العديد والعديد من أشهر يعني الحاجات اللي مشهورة بيها أسوان، زي العطارة، زي الفسيخ، زي الجلابية النوبي أو الجرجار النوبي أو غيرها وغيرها من المنتجات اللي موجودة في السوق السياحي. كمان من الرحلات السياحية المميزة والممتعة المراكب السياحية أو البواخر السياحية اللي بتتحرك من أسوان للأقصر أو العكس،
ودي بتكون رحلة سياحية شاملة، يعني بتكون حوالي 3 ليالي و4 أيام، بيتمتع خلالها السائح أو الزائر على متن المركب بزيارة العديد من المواقع الأثرية والسياحية اللي موجودة ما بين المدينتين. كل ده في أسوان، موجود يعني بالتزامن مع طقس مميز ومشمس خلال فصل الشتاء في أقصى جنوب مصر. وبذكركم يمكن بدرجات الحرارة في أسوان اليوم وصلت إلى 25 درجة مئوية، بدأت في الانخفاض التدريجي بعد ما كانت بتسجل حوالي 30 درجة مئوية، ويمكن الصغرى اليوم في أسوان حوالي 11 درجة مئوية. بشكركم أعزائي المشاهدين لمتابعة جولتنا لحالة الطقس في أسوان، كنت معكم من أسوان عبد الله صلاح.